الحقيقة ان الام في الابتلاءات بالذات والمحن بتبقى حالتها صعبة، واحنا كمان مش مدربين على استقبال المحن والالام والحوادث الضخمة في حياتنا، لكن كمان انت كنت قادرة على احتواء ده كله وتحويله. يعني فكرة التحويل ده، فكرة المنتج، ان انا اخرج من المحنة منحة، والحمد لله. وصحيح المحنة مستمرة، وكمان أيضا جهدك ومقاومتك مستمرة. الأمة المصرية شايفها إزاي؟ ما هي بتعاني دلوقتي من كم من المحن؟ هرجع تاني لنظرتنا للمرأة المصرية، مش احنا كمان نظرة القيادة السياسية للمرأة المصرية. احنا ستات يعني جدعان، واحنا ستات بنقف جنب بيوتنا، واحنا ستات عارفين واجبنا السياسي واجبنا الاجتماعي. التعبير اللي هو ست ب 100 راجل ده انا شايفه جوه مصر يعني اساسي. طبعا احنا اول ناس بننزل في الانتخابات. ايوه. احنا اول ناس بنتكلم ولو ما نستحملش كلمه على بلدنا. احنا ستات جدعان. عشان كده بقول او بتبقى رسالتي للمراه المصريه في هذا الموضوع، يمكن اللي انا بتكلم فيه او اللي انا يعني شايله همه قوي، انه احنا قادرات ان احنا نغير الواقع ونغير الثقافة، لان الام هي عمود البيت. المرأة المصرية دي هي اللي بتربي الاجيال فعلا، وهي اللي بتشجع الولد او البنت ان هو يلجأ للمساعدة، وهي اللي هتجمد قلبه انه ما يتكسفش من مرضه، وان هو ما يخجل ان هو يتكلم فيه. دورنا احنا كأم مصرية، ودورنا ك يعني سيدات مجتمع وسيدات بيشتغلوا وسيدات مش بيشتغلوا، حتى علينا دور كبير جدا جدا. فأنا شايفة أن أنا زي أي أم مصرية، ممكن أن هي بتعاني، ممكن مش تحت الأضواء، يمكن زي عشان كنت وزيرة سابقة فالناس يمكن التفتت لي، إنما أنا عارفة كتير جدا من الأمهات المصريات اللي قدروا أن هم يحولوا من المحنة بتاعتهم إلى منحة لكل الناس. بتقديرك كان قرار خروج من الوزارة طواعية صعب عليكي؟ انت كنت متألقة في الوزارة، وكان عندك منتج كويس، وكان عندك حالة تألق، وكنت محل ومحط الأنظار، وكان في نشاط دائم ومستمر. الخروج من الوزارة كان قرارك ازاي؟ عملتيه ازاي؟ كان قرار صعب، ولكن كان لابد منه. ايوه، القرار الصعب ده المعادلة كانت ايه؟ المعادلة انه انا في قسم، انا اقسمت ان انا يعني قدام طبعا فخامة الرئيس ان انا ابني وزارة، وان انا اشتغل لمصلحة الدولة، وانه انا اتواصل مع المصريين في الخارج واربطهم بالدولة. هذا القسم ده عليه مسؤولية كبيرة جدا جدا. الحمد لله لمدة 7 سنين ازعم ان انا يعني قدرت ان انا يعني اوفي بالقسم اللي انا اقسمته. بس لما بيجي وضع اسري يستدعي وجود الام قبل الوزيره، كان لابد ايضا ان انا التفت الى اسرتي، وان انا اقف جنب ابني وجنب جوزي وجنب ولادي وجنب اسرتي الصغيره والكبيره. فعشان كده يمكن بقول لحضرتك القرار صعب، لان في قسم، انما كان لابد على الفور ان انا اطلب ده، واطلب ان انا اعتذر علشان ان انا اتفرغ الى يعني الابتلاء او التجربه اللي انا فيها. ويعني زي ما ذكرت قبل كده، الحقيقه انه الدوله والقياده السياسيه ما اقدرش الحقيقه يعني انكر دورهم المساند والمشجع والمتفهم ايضا لهذه الظروف لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها. لما